السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. لعلك بخير. أنا في نعم من الله، الحمد لله. أسأل الله أن يديم عليك هذا الأمر. يا رب وإياكم. الإمام ابن قدامة في كتابه توضيح الأحكام قال: ما كان في الصحابة موسوس ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الموسوسين لقتلها. هذا كلام غير صحيح. دي كلام ابن قدامة في كتابه في توضيح الأحكام. هذا كلام غير صحيح أصلا. كيف النبي يقتل الموسوس؟ هذا من ناحية، وهو يقول لا يحل دم مسلم إلا بإحدى الثلاث. وكيف وكان على عهد الرسول مجانين مش موسوسين؟ نعم. ألم يقم عمر الحد أو أراد أن يقيم الحد على امرأة زنت، فمروا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عمر، قال: ما هذه؟ قالوا: امرأة مجنونة بني فلان قد زنت. فبسرعة أمسكهم وذهب إلى عمر، قال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك أن الحد رفع عن ثلاث على المجنون حتى يفيق؟ وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله: أحدنا يجد في نفسه من يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ وكانت المرأة في عقلها شيء، تأتي إلى رسول الله تأخذ بيده ويقول لها: يا أم فلان، انظري أي الطرق شئت أقضي لك حاجتك. والمرأة التي كانت تصرع قالت: إذ الله، كثير جدا بشر. نعم. أبشر آخر شيخنا.